يا نعم تعال يا مواجيه بيع، جرب يا إنعام هانم. هانم؟ خير خير فيه؟ تعال اسمعي. فيه؟ قلها يا ولدي مالك؟ يا حاج المسألة بوضوح، مش محتاجة كل الانفعال ده. مالك أنت انفعال ما انفعال؟ أنا وأمك عاوزين نفرح. قول بدك تتجوز يا ضنايا؟ بس أهي الحاجة أنهت المسألة. قل لي الدكتورة شادية هي السكة؟ لا الحقيقة المسألة مش محتاجة سكك، دي أبسط مما تتصور وإن شاء الله تعجبكم. هتعجبنا يا ولدي، ما دام عجبك يبقى هتعجبنا. طيب مش حضرتك تعرف هي مين الأول؟ يا ولدي دي شريكة حياتك أنت مش حياتنا إحنا، لازم أنت اللي تختارها براحتك واللي يريحك يريحنا. عموما أنا اخترت شيماء. مين شيماء؟ شيماء انت عمك زين؟ ايه رأي حضرتك؟ ما لقيتش الا دي داقت الدنيا، ما لقيتش الا شيماء. مالها شيماء؟ ملهاش يا ولدي، الدنيا مليانة بنات مال وجمال وغنى، ما لقيتش الا دي. أنا ملول قلبي مش مرتاح لقعدتك احداهم هناك. هو في ايه يا حاج؟ زي ما انت شايف يا دكتور. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. كان لازم تفهم من الأول. مش بيقول لك كل لبيب بالإشارة بيفهم. أنت بسم الله ما شاء الله ما نكسرش فاهم. طيب ممكن حضرتك تفهمني؟ أمامك ما بيرتاحوش معانا. ما بيرتاحوش؟ ولا بيريحوا. كانوا ريحوني زمان كيف ما ريحته من عمره كله. انت نسيت لما سبت البيت الكبير وجيت بيكوا هنا؟ يعني انا ابعد وانت تروح تزرع نفسك وسطيهم؟ يا بابا اللي بين حضرتك بعدني عنهم يا شيخ، يعني هم يتعبوني في الاول وانت جاي تتعبني دلوقت؟ واحد من خلقاته بتنفخ ليه؟ ما شايفاش عايز يرجع الحكاية بظهرها بالهداوة من غير ما توش خطوة ولا تنطر. قول لا لا وما تنهاش. مالك في ايه؟ ما افتكر يوم ما قلتلي اديهم نصيبهم، مش انت اللي قلتلي كده؟ كنت مخلولة اني يصعبوا علي واقول ولاد خالي وهم من ورايا يقول لك اتجوز واحنا الراضي انعام. واحدة واحدة يقلبوا عقل ولدك الدكتور ويطلبوه بحقه. كلمة واحدة يا رحي، لا تبقى جزرة وقطمها جحش. والله في السعد يا إنعام جحشي، لا جحش ولا حمار. الحمير بيأكلوا التبني وأنا بطلت أكل التبني من زمان، بطلت أعلق المخلف فوق رقبتي. حضر العشاء وروح ندمي على شادي وأنا هروح أناديه. هتروح له إياه؟ أعمل إيه عاد؟ أسيبه ينام من غير عشاء؟ قلبي ما يطوعنيش. حنين وقلبك أخضر يا رحي. الأخضر والأحمر، الواحد لازم يبقى قلبه أسود عشان يقدر يعيش. استهدى بالله استهدى بالله يا رحي، موقعد هيتعشى ولا ما يتعشاش؟ لا لا سامي طيب، قلبه أبيض أنا عارف، أطيب إخواته ما ينش علي أكسر قلبه، وأنا شايفه جاي الفرحة بتفط من عينيه. أنا اللي تحيلت عليه يتجوز، أنا رايح له. سامي رايح فين؟ رايح فين يا ولدي؟ رايح مشوار يا بابا وراجع على طول. مشوار دلوقتي؟ ما انت لسه جاي من شوي. رايح لعمك؟ للدكتور زين؟ لا يا بابا مش رايح. امال رايح فين؟ بابا حضرتك أول مرة تبقى عاوز تعرف أنا رايح فين. من سنين حضرتك ما بتسألنيش. عشان كنت مطمن يا ولدي. اطمن يا بابا، مش معقولة بعد السن ده هعمل غلط. انت عمرك ما عملت الغلط يا سامي، حتى وانت صغير. هتيجي دلوقتي وانت راجل ودكتور في الجامعة بتغلط. امال حضرتك قال لي
ابدا يا ولد، انا بس كنت عاوز نتعشى سوا. لا بابا ما تستنانيش، انا جاهز اتعشى بره. بعد اذنك يا حاج. راح لفين ده؟ مش مصدقني؟ راح يتعشى حداهم. أنا قلت ما يهوبش ناحيتهم. ما ينفعش يا إنعام، ما ينفعش أقول له ما تروحش لعمك، ولا ينفع أقول له ما تعلمش بنت عمك في الجامعة. ينفع دلوقتي تقدر يا الحايم. أنا قلت ابتدى النزناز، لازم نلحقه. أنت سامعني يا حاج؟ روحي دلوقتي أحضر لك العشاء. ماليش نفس. مش هتاكل؟ قلت لك ماليش نفس يا إنعام، فوتينا أفكر هقطع النزناز ده كيف؟ ضميري راضي جدا. بقيت المعازيم غرامة التأخير يا منشاوي بيه. طب اصبري بس يا مجدة هانم، نقول لهم على غرامة التأخير دي بعد ما يدخلوا ويتعشوا. مساء الخير. مساء النور. يا ريت تقول لهم دكتور سامي المنشاوي. حاضر. اهلا اهلا يا سامي يا حبيبي. مساء الخير يا عم. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. اهلا وسهلا. واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. غير مناسب ايه وبتاع ايه؟ ده بيتك يا سامي. اهلا يا دكتور. معلش اصل انا مرخومين. عشان كده انا ممكن اجي في وقت تاني. تاني ايه وتالت ايه؟ ده بيتك يا سامي، نعتبرك من الضيوف. الحقيقه انا كنت جاي لعمي في مساله خاصه بيا، بس انا شايف يعني. مساله ايه يا سامي؟ خير يا ابني؟ لا خير طبعا، هي مساله خاصه بيا، بس الحقيقه انا كان لازم اعمل تليفون قبل ما اجي. الكلام اللي بتقوله ده بس يا سامي، تعمل تليفون عشان تستأذن تخش بيتك؟ بيت عمك هو بيتك حبيبي. اتفضل تعال تعال. اسبقني يا سامي على المكتب. على فكرة بقيت المعازيم زمانهم جايين، ومتهيالي لازم يلاقوك في استقبالهم. طبعا يا حبيبتي، دول خمس دقايق بالظبط، أول ما الجرس يضرب هتلاقيني أنا شخصيا اللي بفتح الباب واستقبله. اطمني خالص. بعد إذنك. منورة يا توفيق. عاوز تتجوز؟ وأرجو أنه ما يكونش طلب مزعج بالنسبة لحضرتك. لا هو الحقيقة مش حكاية مزعج، أنا بس مستغرب شوية. ليه يا عمي؟ هو شيء مستغرب؟ أصل سامي أنت جاي لي في وقت عبير بنت الكبيرة اتجوزت وسارة لسه يعني صغيرة على الجواز. لا ما أنا الحقيقة مش جاي عشان عبير ولا سارة. يا خبر أبيض، يبدو اني اتسرعت في استنتاجي شويه، ما انا اسف. الله، ما هو مش معقول كمان تكون جاي تخطب مني شيماء بنت عمك زين. ليه مش معقول؟ اولا والدها دكتور زين موجود حسه في الدنيا، ثانيا ما اعتقدش ان والدك هيوافق يعني. كده نبقى وصلنا لنقطه البدايه. يعني انت فعلا بقى عاوز ارتبط بشيماء؟ وكلمت عمي زين. اعترض؟ لا بالعكس، ترحب جدا. وبعدين؟ كلمت والدي. قال لك لا؟ ما لقيتش قدامي غير حضرتك عشان احكي له، عشان احل المشكله، عشان تفهمني ايه هي المشكله اصلا اللي محتاجه الحل. حضرتك فهمني يا عمي. فاهمك يا سامي، بس الحياه دي ماموريه صعبه قوي. صعبه؟ صعبة أني أفهم أصل الخلاف بين بابا وبين عمامي، ولا ليه هو رافض؟ شوف يا سيدي. طب الجرس يا حبيبي، أكيد ضيوف، أرحب بيهم بس وأقول لهم أهلا وسهلا. أنت عارف بقى البروتوكول عندنا، خمس دقايق بالظبط. طبعا يا عم، اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا.
اهلا 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 عبد العزيز بيه. اهلا مدام فوزيه، ازيك يا علا؟ عليكم غرام التاخير. حرام عليك يا ماجده، يدخلوا الاول واخدوا نفسهم واشربوا حاجه، وانا شخصيا اللي بعد العشاء هحاسبهم حساب الملكيه. معلش الشوارع كان الزحمه شويه. يا الزحمه الحقيقه اليومين دول لا تطاق. اتفضل يا عبد العزيز بيه. اتفضلي مدام فوزيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي، شرفتونا ونورتونا. ادخلي يا علا، اتفضلي. كبرتي يا علا والله. استنى، شكلنا بقى وحش قدام الضيوف، اكنك مستخبي منهم في المكتب. اعمل ايه يعني؟ ادخل اطرده؟ لازم يبقى عنده ذوق، يعمل تليفون. امال الدكتور في الجامعه ازاي؟ حاضر، هشتري له كتاب في فن الاتيكيت عشان يتعلم. خليكي مع الضيوف. معلش يا وسام، اديك شايف. ده انا اللي اسف يا عمي اني جيت من غير ميعاد. حصل خير يا حبيبي، اتفضل اقعد. ها، كنا بنقول ايه بقى؟ عاوز حضرتك تفهمني. والله يا سميم انا عارف، هبدا معاك. جرس الباب تاني. معلش يا حبيبي، بس دول على فكره اخر ضيوف، وبعدها بقى بعدها حضرتك تبقى تقعد مع ضيوفك وانا هبقى اجي مره تانية. لا 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 لا، ده هم دقيقتين هستقبلهم وارجع لك على طول. اقعد. اهلا اهلا يا مدام. اهلا وسهلا. اهلا منصور بيه. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام مجد، اتفضل. شكرا، نورتونا وشرفتونا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معاهم يا مجد. بعد العشاء هنتحاسب. ما احنا خلاص خلصنا. خلاص هيمشي؟ لا انا قصدي خلصنا الضيوف. مجد بقول لك ايه، مش عاوز شكلي يبقى وحش، فاهم ولا لا؟ اكتر من كده. خدي. خلاص يا ابو سام، خلصنا كل ضيوفنا. دول لسه هيبتدوا عمي. عموما انا ممكن عموما شوف الاول طيب عشان نعرف نتكلم. انا رايي ان موضوع خطوبتك لشيماء بنت عمك زين ده يعني متهيأ لي انه جرس تاني. هو ده التليفون يا عمي. والله صحيح، ده التليفون واحد مخه اتبرجل، ده باينه ترانك كمان. الو الو، ايوه القاهره، مين؟ اهلا يا رضا. ده رضا ابن عمتك. ازيك؟ جايين ايه؟ زياره ايه؟ ده مش موسم اجازات خالص. سبتوا الشغل ليه؟ طيب طيب، جايين امتى؟ بكره طياره الساعه كام يعني؟ طيب خلاص خلاص، هبعت لكم حد ينتظركم في المطار. مع السلامة يا رضا. خير يا عم؟ خير. ده رضا ابن عمتك واخته هناء جايين بكرة من دبي. جايين أجازة؟ لا يا سيدي، سابوا الشغل اللي ما صدقت لقيته لهم. واضح إن في حاجة حصلت، أنا أعرفها عموما لما يجوا. هعرف كمان بالمرة جوزها ما جاش معاهم ليه. هما كانوا بيكلموني علشان ابعت لهم حد يستناهم في المطار، وانا هتصرف طبعا، وهتصرف كمان في موضوع خطوبتك يا سامي، اطمن. وهتشرح لي اساس المشكله؟ والله يا سامي ان حبيت تاخد رايي فبلاش لا اقول لك ولا تسمع مني، اصل الحكايه بيني وبينك ما تبسطش، وكمان مش مناسبه لجواز وخطوبه. واذا كنت مصر ان اعرف، من فضلك يا عمي، أنا مش عايز أتجوز وفي حاجة مستخبية وفجأة بيها في المستقبل. حقك يا سامي، حقك. خلاص، يبقى نتقابل أنا وأنت عند عمك زين ونتكلم. بس عاوز أقولك حاجة بالمناسبة. اتفضل يا عم. عمك زين ده راجل متسامح جدا وبيحبك جدا جدا، إنه وافق يديلك بنته. ياه، طب ليه؟ ما هي ليه دي بقى اللي هنتقابل انا وانت عند عمك زين ونتكلم فيها. اتفضل. قبل ما انزل، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. واو، مش ممكن. حلوه. الحلو ان انت فاكر عيد ميلادي يا حبيبي. انت جميل قوي. علشان بحبك يا حبيبتي.
اسمحي لي بقى. لا 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 مش هنا. اسمح لي انت بقى تنزل، كفايه انك ضيعت عليا المفاجاه. مفاجاه ايه؟ مفاجاه عيد ميلادي. يلا بقى تعالى. تولعلي الشمعة دي وتحتفل معايا بعيد ميلادي لوحدي. هو ده جمال الحكاية، الدنيا كلها بقت راجل واحد، انت اختصرتها في راجل واحد، وانا مش لازم لي غير راجل واحد بس، هو انت. لبسني هديتي. مش حطيتي في الشمع؟ هي شمعة واحدة بس، فين بقى الشمع؟ انتي صرحتيني بكل حاجة ما عدا سنك. 21 مارس 1958، يعني دلوقتي الساعة 12 بالظبط، عندي 27 سنة. 27 سنة وخمس شهور و16 يوم. ايه رأيك بقى؟ في حاجة تانية عايز تعرفها؟ يعني أنا كده أكبر منك بأربع سنين بس. حبيبي أنت أكبر من الناس كلها وفوق الناس كلها، بس مهما كبرت أنت ابني وحياتي وروحي وأغلى ما عندي. تعالى نطفي الشمعة. كفاية نورك عليا. كل سنة وأنت طيب. الله أعظم العزة والدهم لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لسه قاعد يا رحيم؟ أنا مش قاعد، أنا واقف ما عارفش أعمل إيه. الأول كنت بستنى وجيه واحد، دلوقتي بيجي لي اتنين. جه الحمد لله. ما تكلمهوش. لازم اعرف فتنا وراح فين، لازم اسال. سبعة ونص الصبح يا باشا. ايوه سبعة ونص. مساء الخير. اتأخرت ليه؟ أنام. أنا ما بسألكش عايز إيه، أنا بقول اتأخرت ليه؟ بقول أنام. يا حاج قول لها يا حاج أنا هصحى الساعة 7:30، يعني ما قداميش غير ساعتين ونص أرمهم. فوتي نام يا مواجيه وتعالي نتوضى ونصلي. إيه؟ مش هتاكل؟ أنام. هتنام على لحم بطنك؟ يا مواجيه الجوع صحة، جوع وتصحة، إنما لو ما نمناش هنموت. بعد الشر. سيبيني بقى اطلع انام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. شيماء لسه ما نامتش؟ ما نامتش، مع انها قالت لي داخله انام. لا حول ولا قوه الا بالله.
قلقانة عشان سامي ما ردش علينا. هو يعني سامي ده هيرد في نفس الليلة؟ أكيد لسه ما كلمش الحاج. أو كلمه وما وافقش. هو ده اللي أنا خايف منه. المواجهة. ما كنتش أحب إن أتواجه أنا والحاج الأيام ديت. أو الحاج وابنه. طب وإحنا هنقعد ليه بقى نحسب ونخمن؟ ولا ليه الحاج هيقف قدام رغبة ابنه؟ وبرضه جايز يرحب وما يصدق إن أنتوا ترجعوا لبعض. احتمال. أبقى ظلمته. أو يمكن ظني كمان مش في محله. استغفر الله العظيم. إن بعض الظن اسم. اتفضلي يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا ماما. واضح إن أنتي لسه صاحية، ما نمتيش ليه؟ يعني كان ورايا حاجة كده بعملها. وراكي إيه؟ احنا خلصنا مذاكرة خلاص ونجحنا بامتياز. يعني كنت بستعد للدراسات العليا. ولا بتستعدي للتليفون؟ واضح كده ان مفيش اي تليفونات. ليه بس يا حبيبتي؟ هو سامي لحق يوصل ويتكلم؟ مش كله كده حمري جمري. واحدة واحدة. وبعدين انتي عارفة ان سامي هادي وعاقل، بيتصرف بهدوء، بيعمل كل حاجة في وقتها. طيب يعني ما قالش لعمي؟ جايز لأ، وجايز كلمه متأخر وهو مرضيش يتكلم لما لقى الوقت اتأخر. هو مش معقول هيكلم بعد الساعة 12 واحدة. يتصل، ما أنا قاعدة للصبح أهو. عن إذنك يا ماما، أنا رايحة أتوضى وأصلي الفجر. ربنا يهدي عمك ومرات عمك يا بنتي. خش نام اعمل معروف. ما ندخلش، ادخلي نامي انت. انا مش هنام، انا هستنى شاديه اصحيها وافطرها واشوف البيت اللي قال هيصحى بعد ساعتين. اهو جه. ما تكلمهوش. هو كل مواد من ولادي هلت، تقولي لي ما تكلمهوش؟ امال مين يكلمهم معاه؟ مش وقته دلوقتي، النهار بيطلع. قولي لهم النهار بيطلع، كيف يرجع البيت في الوقت ده؟ شرايير حيم، ولادي من الصغيرين، ولادك فاتهم جواز. قولي لهم يتجوزوا ويخلصونا. والدي التاني وصل بالسلامة. ما تكلمهوش. جايين جملة. طب خش جوا يا حاج، ما يصحش يلقوك واقف قدامهم كده، الفيلا واسعة، كلمهم جوا. اقعد يا حاج مستهدى بالله. فوتيني دلوق. فين؟ أفوتك واروح فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. كده صح. اسمها صباح الخير. ايه هو الحاج زعلان ولا ايه؟ كنت فين؟ لو البيه قال لي عنده شغل الوش الصبح جايز اصدقه، لكن انت تقول ايه يا دكتور؟ يطلعوا دلوقتي الصباح ربع. اما احنا الصبح جرالك ايه؟ خلاص يا حاج، احنا مش هنسيب حضرتك ونطلع وانت زعلان. وبعدين يا حاج خلاص احنا كبرنا. ما دام كبرتوا يا ولدي يبقى يتخاف عليكم اكتر، وما دام كبرتوا يبقى لازم تفهموا من غير منهجه. أقل حاجة تفهموها إنكم مش وحديكم اللي كبرتوا، أنا كمان كبرت. إحنا آسفين حاج. ما تقولش آسفين. طب عايزنا بس نقول إيه يا حاج؟ تقولوا كنتوا فين؟ مالوش عايز الكلام ده دلوقتي. شوفي، وأنتوا كمان تشوفوا معاه. ما دام عايشين معايا هنا تبقوا لسه أولادي تحت جناح. حتى وإحنا بعيد يا حاج يعني، ما إحنا أولاد مين؟ ما إحنا أولادك برضو تحت أمرك. أقعد يا وجيه. أقعد. أقعد. بصراحة سامي يعني لو فيها عادي يبقى لازم هنفطر مع الحج والحج عشان يفتحوا نفسين. هتفطرينا يا حج؟ بلاش شطارة التجار بتاعت ابوك دي، مش هتقدر تضحك علي. طب عايزنا بس نعمل ايه يا حج؟ فهمنا. تطمنوني يا ولدي، ما تخلونيش قلقان عليكم. لما تتأخروا اضربولي تلفون. حاضر. الواد بيريحني، بياخدنا على كد عدلي. يا ولدي العين عليكم دلوقتي،
تجلبونا عليك ولا ايه؟ رحت فين يا دكتور بعد ما سبتنا؟ رحت الحسين. ليه؟ صليت الفجر هناك في جامع الحسين؟ هو الحقيقة صليت في جامع المنشاوي. رحت تصلي الفجر في جامع جدك ليه؟ اهو ساعات الواحد بيحب يرجع شوية كده لأصله زي ما بيقولوا. بصراحة كمان أنا بحس براحة وأنا هناك. بتفكرني بكلام عمك. قصدي حضرتك عم زين مش كده؟ فعلا أنا طالع لعم زين، وحضرتك كمان طول عمرك بتقول لي نفسك تشوفني زي عم زين. دكتور. طيب تصبحوا على خير. وجيه. تحت أمرك يا حاج. اتجوزوا يا ولدي. اتجوزوا وريحوا نفسكم وريحوني. حالا يا حاج. حالا. تصبحوا على خير. تتمسوا بالخير يا وجيه. اوكي ماما خليها علينا المرة دي. تتمسي بالخير يا حاج. هو مشي من غير ما يقول كان فيا. ضحك علي. وجيه. رضا ابن عمتك راجع بكرة. راجع؟ راجع فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ نازل مصر ليه؟ نازل مصر هو واخته هناك. ما عرفنا انهم نازلين مصر. نازلين ليه؟ ما عرفش. مين اللي قالك؟ انا اصلي كنت عند عمك المنشاوي وعملوا له تليفون وبلغوه. يعني هي قالت لك هي اخوها يعني انك تبلغني؟ لا الحقيقه هم طلبوا من عمك حد يستناهم في المطار، قلت ابلغكم. مال روحه انسلتت كده لما سمع انها راجعه. ما كانش لازم اخوي يقول له. ما كانش لازم اخوي يروح لعمه المنشاوي من اصل. راح للمنشاوي ليه؟ اتفضل. اتفضل يا بابا. الدخول مسموح يا دكتور ولا ما عاوز تتكلم مع حد؟ ازاي بقى يا حاج؟ ولو مش مسموح للدنيا كلها؟ يبقى مسموح لابوك بس. لا يا بابا. هي دي الحقيقة. أنا جاي يا هلدي عشان أعرف الحقيقة. الحقيقة يا حاج أنا مش عارف حضرتك زعلان ليه؟ لا يا سامي. أنت عارف. أنا اللي مش عارف. عشان كده أنا جاي عارف. حضرتك تحب تعرف إيه؟ رحت لعمك المنشاوي ليه؟ عشان أعرف الحقيقة أنا كمان. حقيقتي إيه سبب خلاف حضرتك مع عمامي؟ يعني أنت رحت لعمك تقول له أنت أبويا زعلانين ليه؟ بالظبط يا حاج. تفتكر ده من حقك يا دكتور؟ ما دام بقيت طرف معاكم يبقى من حقي يا حاج. وأنت بقيت طرف عشان عاوز تتجوز بنت عمك زياد؟ عشان حضرتك قلت لا. انا مش من حقي اقول لا دكتور. بالعكس يا حاج حضرتك من حقك كل حاجه. انا كلي ومالي من حقك بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول انت ومالك لابيك. امال في ايه عاد؟ ابدا. متهيألي ان انا من حقي شيء واحد ده بعد اذن حضرتك طبعا. ايه هو؟ نعرف حضرتك قلت لا ليه او بالظبط ايه سبب خلاف حضرتك مع مامي. انت لما سالت عمك المنشاوي قال لك ايه؟ قول يا دكتور قول الحقيقه. انت عمرك ما كدبت علي. هو الحقيقه قال انه كان متوقع ان حضرتك ما توافقش. بس اللي ما كانش متوقعه بقى ان عمي زين يوافق انه يجوزني بنته. قال لك ايه كمان؟ وقال انه لو ما كان عمي زين ما كانش هيوافق. عنه موافق. انا اللي موافقش. هو اللي مش عاوز كمان. شفت بقى يا حاج ان الخلاف كبير ازاي بين حضرتك وبين عمامي وان كان لازم اعرف. تقوم تروح تساله. طب اعمل ايه طيب؟ اسالني انا يا ولدي. انا ابوك. قال له مش هكذب عليك. مفيش ابا بيكذب على ولده. طيب ممكن حضرتك تعتبرني ان انا بسالك دلوقتي ومستني الاجابه؟ ممكن يا حاج. لاني متاكد فعلا ان مفيش اب هيكذب على ابنه. شوف يا سامي انا هقولها لك في كلمتين بعد كده ما تفتحش الموضوع ده تاني. اتفضل. انا اذا كنت ضيعت عمري كله على عمامك وفي الاخر غلطوني وكان عاوزين ياخدوا حقي اقل لهم مش هديهم حق اولادي. المال ده مال كنتوا ما عادش مالي خلاص. انا حتى مش حاجه فرط فيها.
فكر يا أرضي في اللي قلته زيادة، وما تسألنيش في الموضوع ده تاني. وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك أنت ومالك لأبوك، يبقى ما تخلفنيش واصل. ادخل. ما انت ولا لسه صاحي اجيك؟ لا 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 يا حاج، انا لسه صاحي. اتفضل حضرتك. صحيح، انت لسه بهدومك يا ولدي، في ايه؟ ابدا يا حاج ابدا، ما فيش اي حاجه، انا كنت هخش انام على طول. تمرني بحاجه يا حاج؟ في ايه يا بابا؟ شوف يا وجيه، انت كبيري، دراع اليمين والشمال كمان، كيف ما كان بيقول لي جدك الله يرحمه. وانا طول عمري تحت امر حضرتك. أنا عاوز تفهم أخوك إنه ما يروحش لعمامه عشان ما يملوش راسه بكلام فارغ. إزاي يا حاج؟ هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل هو هيقوله لك. قل له عيب لما أبوك يقول لك بعد عن بنت عمك زين، خليك بعيد، يدعبس ورايا عند عمامه. قل له مالنا غالي علينا قوي. قل له ده شجع عمر أبوك يوم بيوم وساعة بساعة. اطمن يا حاج. اطمن كيف وأنا شايف ولدي من ورا ظهري يروح لعمامه عشان يدلوه؟ خلاص يا حاج، انا هقعد مع الدكتور وهفهمه على كل حاجه. حاضر. وانت يا ولدي اقلع وريح بدنك، احنا نبقى وش الصبح، جرالك ايه؟ حاضر يا حاج، اتفضل حضرتك. وخالي مش راضي ليه؟ زي عمتي هي كمان مش راضية. مش هي قالت لك تبعدي عني؟ بعد انتوا ما بعدتوا وخالي حرم علينا حتى نشوفك. على فكرة أنا جاني واحد يخطبني. وبعدين؟ أنا اللي بسألك. وبعدين؟ العريس بيشتغل في دبي وقال إنه هياخدني وأنا عروسة على الطيارة على طول. أنت ما بتردش عليا ليه؟ عايز أنا أرد؟ أرد أقول إيه؟ قول أي حاجة. ما تقولي وجهي ساكت ليه؟ أقول إيه؟ عمتي هي اللي حرمتنا من بعض. هو كان خالي جه خطبني وماما قالت له لا. لو خالي كان عايزني محدش كان يقدر يقول له لا.